ايش هالكريمات كلها يا سلامة؟ هي؟ اشتريتي كل الصيدلية؟ بدل كل هالمواد اللي تبين تحطينها على وجهك، خليني اكلمك على فوائد فيتامين اي للبشرة. هي؟ وهالفيتامين متواجد على شكل كبسولات، وبعد في اطعمة مثل المكسرات والحبوب والزيوت النباتية، البطاطا الحلوة، المانجو، الافوكادو، الزيتون والتفاح وغيرها. الجرعة اليومية الموصى بها تتراوح بين 11 و15 ميلي جرام. نقص فيتامين اي ممكن يسبب مشاكل في العضلات والاعصاب والبصر، فقر الدم وضعف المناعة. والحين بكلمك عن فوائد البشرة. فيتامين اي بيساعد في الحماية من اشعة الشمس، ويقدر يمتص الاشعة ما فوق البنفسجية، كما يساعد في محاربة التجاعيد والبقع الداكنة، ويعزز انتاج الكولاجين ويحافظ على رطوبة البشرة. بما ان فيتامين اي من مضادات الاكسدة، فهو يسارع في شفاء الجلد التالف وإزالة أثار الندوب. وطريقة استخدامه على الجلد المصاب وايد سهلة. تدهنين الزيت من كبسولة الفيتامين وتدلكين المكان المتضرر بلطف. عساكم دوب صحة وسعادة.